وانطلقت الآن الجياد المشاركة في الشوط الثامن بمساهمة شركة توكيلات الجزيرة للسيارات، المساهمة سيارة فورد إكسبلورر، وهذا الشوط على مسافة 2000 متر. وكما تشاهدون الجياد المشاركة في هذا الشوط مع الجنوب بعون الله الحاصد الهلالية، صوفر برحي بنت خيرة مرهي مساجدي نجمة العز وسوار وحامل اللواء ومياحة ونايل، والصدارة لبعون الله الآن في المركز الأول. بعون الله الآن متصدر في هذا الشوط بقيادة الخيال فهد العويس مع متابعة برحي في المركز الثاني. الآن برحي في المركز الثاني، وأيضا هناك متابعة من بقية الجياد، وشاهد متابعة مرهي أيضا، وأيضا للحاصد، والصدارة لبعون الله. بعون الله الآن في المركز الأول متقدم بفارق من الأطوال عن مرهي صاحب المركز الثاني، وأيضا عن برحي في المركز الثالث، الحاصد في المركز الرابع، والصدارة لبعون الله في هذا الشوط مع تقدم الآن بقية الجياد في الآن مرحلة الدخول إلى المنعطف الأخير في هذا الشوط، ومن ثم الاتجاه بخط مستقيم نحو خط النهاية. وبعون الله متصدر الآن في المركز الأول لعبد الله بن سلطان البعير وقيادة الخيال فهد العويس، وتقترب الآن الجياد من بعضها البعض في هذا الشوط الآن مع المنعطف الأخير باتجاه خط النهاية. بعون الله المركز الأول وتقدم لبقية الجياد. الآن محاولات من الجواد مرهي وبقية أيضا الجياد، ومحاولة أيضا الخيال فهد العويس للابتعاد ببعون الله عن منافسة الجياد الأخرى في هذا الشوط. بعون الله ومحاولات أيضا للتقدم من قبل بقية الجياد. بعون الله وتقدم قوي لنايل، نايل إذن يتقدم، والمركز الثاني إذن المركز الثاني لنايل، لم تسعفها المسافة، والمركز الأول لبعون الله لعبد الله بن سلطان البعير. ألف مبروك.